موضوع قل التربيه الحقيقه، وسامحوني في هالكلمه، خاطر انا جيت نحكي على السلوك نتاع التلامذه، انا بدي نلقى روحي غادسه من غير ما نشعر تفرج. ها صحيح صحيح، قل التربيه ياسر وما يقدروش، وقوه الشخصيه فهموها بالعكس، معناتها والدين ساعات يحبوا معناتها يقرب صغيره ويحسبوا صاحبه باش يحكي معاه طريقه غلطه، ما فماش احترام، فهمت؟ اللي صار ديجا ديغنييرمون في المعهد نتاع ابن رشيق، شنو لي كونسيكونس؟ التربيه في الدار، خاطر انا كان جاي يقدر والديه ويحترم والديه ما يوصلش باش يعمل في الاستاذ. احنا كيفاش تربينا الاستاذ يتعدى احنا نبعدوا، تلمو نخافوا منه ونقدروا، مش احنا استاذ باش ندخلوا نهزوا عينينا فيه ولا باش نضربوه ولا باش نعملوه. بالحق إذا المعلم ان يكون رسولا. انا قلبي وجعني، قلبي وجعني، انا قلبي وجعني، ريت انا ولدي كل يوم، انا كل يوم ولدي يخرج نبدا خايفه عليه. بالحق بالحق، ما كانش مش متربي يولي نيه يولي عرفتك اللي شيخين عليه واللي يضحكوا عليه خاطر متربي وعاقل وما يرجعش الكلمه، فهمت؟ دونك إلي اوبليجي باش يولي يسيرهم يولي كيفهم باش يتاقلم ويولي، فهمت؟ لوموني انت كوليه يا مدام، علاش كومش اللوم؟ فما ناس تلوم لك على قطاع التربيه والسيستم نتاعو اون جينيرال ماهوش موالمنا، فما شكون يلوم على الاولياء، شكون يلوم على التلامذه، شكون على شكون اللوم؟ على الاعلام، على شكون اللوم؟ انا في اون بروميي ليو لوم على الاولياء، خاطر هذيك الاول محل عينيه الصغير فيه ما بين بوه وامه، كيما باش يرابوا امه يتصرفوا باش يتصرف اكيد الكلام معقول، وجده وجدته وعمه وخاله معناتها الكل العائله الكل، فهمت؟ هذاك هو اللوم. انا راه زاده وباش نعطي رايي اليوم، مانيش نجم نكون محايده، خاطر التربيه تبدا من وسط العائله، التربيه تبدا من ديار. تقول لي انت يتاثر بالمسلسلات ويتاثر بالبرودوي اللي قاعد يتقدم فيه التلافز، شو موصلوا للتلافز؟ تنحي له تلفزه عنده سمارت فون، شو موصلوا سمارت فون؟ معناها ما شافوش في التلفزه باش يراها على الانترنت. انت تحكم فيه صغيرك مش هو يحكم فيك، انت جبته مش هو جابك، فهمتني؟ ويبكي هو ما تبكيش انت، وقد ما يبدا صغير قد ما تنزل عليه قد توا ما عادش يحب الضرب، لا لا الضرب يجيب، انا بالنسبه لي الضرب يجيب، تحكي معاه مره ولا مره ثانيه مره ثانيه ما فهمكش الضرب، العقاب، فهمت؟ باهي نقولوا من الضرب لا، عاقبوا بالحاجه اللي احرموا من الحاجه اللي يحبها. تروح بولدك نص النهار توا ونص، وقتاش يرجع يعقل؟ يرجع مساتين. ويسكن قريب هو؟ لا نسكنوا بعد، اما بون نهزوا بحذايا دونك باش يفطر وياخذ قسط من الراحه وبعدين يرجع يقل. حل من الحلول، سامحني خنقص عليك، حل من الحلول، ولدك قريب لك ما يسالش برا تفقدوا هزوا بحذاك. شنو رايك في الشيء اللي صاير تو في الكوليج وفي التعليم نتاعنا؟ تتر احنا ما فهمناهمش راه. كيف؟ يمكن المشكله فينا احنا اللي مش قاعدين فاهمين. وي على خاطر تو تحكي لي على التلامذه اللي هما معناها اولاد كوليج، دونك قداش عمارهم؟ عمارهم ديزادوليسون، دونك اولاد الثوره. دونك وقت اللي يحل عينيه يشوف مظاهر معينه اللي انجتها الثوره، ما نستغربوش انهم يستبقوا بك باللي صاير معناها. هو اون انتراكسيون راهو صغير ولا حتى الكبير، اون انتراكسيون من المحيط نتاعو. وقت اللي يخرج ويشوف الدنيا مسكره وما ثماش عقاب، دونك يفهم اللي راهو لامبونيتي اللي دو ريغل، دونك يتصرف على التصرف هذاك، على الاساس هذاك. فما شكون من لي بارون يقول لك انا ولدي عاقل ما يلقاش روحه وسط المكتب؟ ولده عاقل ما يلقاش روحه وسط التلامذه توا الهيجه والطايره ولا؟ صحيح، على خاطر هو تلقاه يولي نيه وبشي يولي بهلول وبشي يولي الدخفه فيهم وبشي يولي ويعملوا فيه اللي ما يتعملش. اي على خاطر هو في فترة ما معناها خباه تحت جناحه وما عطاهش حرية، معناها ما عطاهش مساحة من الحرية باش يعبر عليه وباش يكون شخصيته، في الآخر بكل باش يطلع لك الوليد هكاكا. كيف قلت لك راهو بذاعتكم ردت إليكم، تحب ولا تكره. وين ماشيين خويا؟ هو ماشيين ما نعرفش، تقول لي مثلا في التعليم نقول لك رانا ماشيين، التعليم نتاع الناس كل ما تسائلش حد في الوزارة ما تسائل يقول علاش اللي عندهم شوية فلوس ينفستيو في ولادهم في البريفي. قبل كان اللي يقرأ في ليسي بريفي معناها فهمتني لا في معهد خاص واحد كل شيء كان منعوت بأصبع، معروف اللي هو مطرد من ليسي ومعروف اللي هو مش باش يلقى روحه في بلاصة أخرى.
يدخلوه للبريفي باش يحاولوا ينقذوه. توا نو توا معناها الاتجاه ولا عكسي، ولا الناس يجري كيفاش يقرر البريفي. السؤال اللي يلزموا يتسأل وقتها، علاش الناس تمشي للبريفي؟ علاش الناس تمشي للبريفي؟ علاش انت عندك فلوس تهز ولدك للبريفي؟ علاش التعليم نتاعنا يا اخي خرجوا برشا قبل؟ مش نحكي على روحي انا تعديت في وقت عادي معناها، اما اللي قبلنا الناس واصله ياسر، الناس عندنا برشا دي بوست، اول بوست نتاع مرا كانت تونسيه في الطياره، اول بوست نتاع مرا في كار كانت تونسيه، اول بوست في درشن هو كانت تونسيه، اول طبيب جراح في دراوين كان تونسي. يعني علاش نمشيو للبريفي؟ علاش لتاتيك ولا هكايا اليوم؟ وين ماشيين بالوضع نتاعنا، بالوضع الوضع هذا نتاع التعليم، بالمظاهر اللي نشوفوا فيها، بالسلوك نتاع التلام، ذا شكون يتحمل المسؤولية؟ هذا نوع من ولي من بين الأولياء اللي كان رايو كما سمعتوه. وين ماشيين؟ نكملوا نشوفوا بعض الأولياء الأخرين، نشوفوا تلامذة زادة هوني في ريانا، نكملوا نتابعوا بعضنا. يعطيك الصحة أخويا. قراية تبدلت برشا، ولات وضعيات، ولينا خايفين على صغارنا، ولينا برشا حاجات. المشكل وين تو؟ كما الحادثة اللي صارت للتلميذ دارنير مو، معناها تنجم تقول اللي فيها وعليها، معناها مشتركة الحكاية، راه ما نلوموش برشا على التلامذة، حتى الأساتذة فما أساتذة عندهم معناها نوعا ما، معناها لازم يعرفوا كيف أمور بسيكولوجيك، معناها ناقصين. نتصور فما أساتذة ناقصين ما يعرفوش يتعاملوا مع التلامذة، فما أولياء ما يعرفوش يتعاملوا مع أولادهم، معناها نورمالمون مشتركة الحكاية. ما فماش وما فماش البرك تشوف في الأساتذة، ما فماش معناها تلامذة معناها تخرج تقعد، معناها فما وليات نجم تهز وتجيب فما ناس مساكن يخدموا ويعدوا كل شيء، ما عندهمش وقت باش معناها هذا الوزارة نورمالمون الوزارة ما تحطش كل شيء على التلميذ، راه ما يلزمش تحط كل شيء على التلميذ. للمدير الواحد اللي سيرفايون يلزم يعاونوا شوية تلامذة باش تمشي الأمور، وزارة مقصرة كل الناس كلها مقصرة.